إيه. اهلا اهلا يا مروان، ازاي؟ اهلا فادي باشا، يا اخبارك؟ لا لا ما تقلقش منها، دي منى اقرب حد ليا. منى من فضلك خليهم يعملوا لنا قهوه. حاضر يا فندم. شكرا يا حبيبتي، تعالى يا مروان. اتفضل يا باشا. اتفضل يا حبيبي. والله كان واجب عليك تبلغني انك جاي عشان اعمل حسابك في الغدا، بس معلش خليها مره تانيه. انا قلت ما اكلمكش قبل ما اجي، قلت يمكن ترفض تقابلني. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده؟ انت حبيبي يا مروان، وابوك الله يرحمه كان زي اخويا. عشان كده نزلت البلد وما كلمتنيش، ده انت حتى ما عدتش عليا تعزيني في ابويا ومرتي. في دي عندك حق، انا غلطان، حقك عليا يا مروان. اللي حصل ده غلط. معلش وضح كده، انت قلت ايه لاني ما فهمتش؟ محرم ما ينفعش يبقى العمده. وهو مين اللي بيقرر يا مروان؟ زي سعادتك تعمل كده؟ ده حتى ابويا الله يرحمه كان اقرب لك منه. اسمع حبيبي، في شغلانتنا دي المصالح هي اللي بتحكم. هيخرب مصالحنا، ده عنده استعداد يبيع ابوه وامه عشان خاطر القرش. وهو ده المطلوب، هو ده المطلوب يا مروان. محرم معروف ديته، كلبه هترمي له عضمه. بعدين ما تقلقش، هو شويه كده هياخد له يومين ينفش ريشه ويحس بنفسه، وبعد كده هيهدى. يعني مفيش فايده. عيب يا مروان اللي انت بتعمله ده، انت اكبر من كده بكتير. جرى يا مروان؟ انت هتمشي من غير ما اسمح لك ولا ايه؟ بالاذن يا باشا. ماشي، حط القهوة. لا كان عايز من سعادتك ايه؟ اصل انت يا باشا ما تعرفوش، ده هو واخوه طايحين في البلد ومحدش عارف يلمه. هو السبب في دخول مراته السجن، وكان عايز يموتها وهي جواه، لولا ان ربنا ستر. مراته مين؟ ناديه؟ هو حضرتك تعرفها؟ مش هي دي اللي قتلت عبد الحكيم؟ تعمل ايه يا باشا؟ ابوها اتقتل قدام عينيها وما قدرتش تعمل له حاجه، وعمتها شهدت عليها. مش هقول لك بقى امه عملت فيها ايه. هي دي اللي هربت من السجن يا منى؟ يا باشا انا جيت لك عشان عارفه ان انت حقاني وهتساعدني. طيب هاتيها وتعالي. اجيبها هنا يا باشا؟ ايه غريبه؟ لا يا باشا، بس انا خايفه حد يشوفها يعرفها ولا حاجه. هو انت هتغلبي يعني؟ تصرفي. طب يا باشا هو حضرتك عايزها في ايه؟ جرايه يا منى. طيب يا باشا بكره الصبح تبقى عندك. صدقي قال لي لا، وقف وكلمني بطريقه كده قلقتني منه. بس انا شايفه العكس. قصدك ايه؟ قصدي ان لو محروس كان جاي علشان يعيش بفلوسك كان جاي لك وطاطا وقال لك اللي انت عايزاه تحت امرك، بس هو مش عايز يرجع محروس بتاع زمان. الكلام ده انا ما فهموش. محروس ده طين مربرب، والعكر هيفضل عكر، واللي فيه طبع ما بيغيروش. غلطانه يا فوزيه، والدليل اهو. شوفي انت الاول كنت بتفكري ازاي وكنت شايفانا قد ايه وحشين، وشوفي دلوقتي بقيتي بتفكري ازاي. انت اتغيرتي يا فوزيه، وممكن يكون هو كمان اتغير زيك. اللي عمله محروس معايا مش شويه، والكلام اللي قاله لي وجعني وما قدرش انساه. حبيبتي انا ست زيك وحاسه باللي جواكي كويس قوي. احنا ما بنقدرش ننسى لا الاهانه ولا المعامله الوحشه، بس يعني برضه انت يا فوزيه يعني ما كنتيش دايبه في دباديبه. معلش انا عارفه ان انا كلامي بيبقى اوقات كده صعب شويه وزي الدبش، بس هي دي الحقيقه. وعشان اجيب لك بقى من الاخر كده خالص، ما فيش حد في البيت ده حاله هيتعدل غير لو وقف كده قدامه المرايه وشاف حقيقته بجد، وشاف الوحش قبل الحلو. عندك حق. بقول لك ايه، كنت عايزه اسالك في موضوعك ده. ايه قولي لي؟ كنت قلتي لي قبل سابق ان في دكتور ممكن يعمل لي عمليه ترجع وشي زي الاول. اه طبعا في. طب فين الدكتور ده؟ نروح له متى وكيف؟ شوفي انت مع مروان وقولي لي الوقت اللي انت حابه انا هوديكي فيه. انا عايزه اعملها النهارده قبل بكره،
بس انا خايفه على في بطني. ما هو احنا هنروح للدكتور وهو هيشرح لنا كل حاجه، ولو لقينا يعني انه لا قدر الله هيبقى في مشكله على الجنين او خطر فاحنا ممكن يعني ناجلها شويه، ما احناش مستعجلين قوي. لا يا زينب، انا مستعجل على العمليه دي وكربان عليها قوي. انا بقيت اخاف تقابلني مرايه وانا ماشيه، بقيت اخاف اطلع من البيت عشان ما حدش يبص في وشي، بتدارى من عيون الناس. لا انا ما عايزاش افضل بالمنظر ده اكتر من كده، وبعدين انا مش عايزه ارجع للزفت محروس ده الا لما ابقى زي الاول واحسن كمان، عشان ما اشوفش نظره الشماته في عينيه ولا يقول لي كلمه ماسخه زي وشه العكر. خلاص يا ستي ولا يهمك، سيبي لي انت بس نفسك وانت هترجعي زي الاول واحسن كمان. يا رب يا زينب يا رب. انت ما تزعليش. كوني فتحتي الباب لحد؟ حد زي مين؟ اي حد والسلام، محدش خبط على الباب. انا قاعده من الصبح زي اللي مرميه في الصحراء. احسن برضو. هي عمتي ما جاتش معاكي ليه؟ انت مش كلمتيها؟ لا، ما انا رجعت كلمتها تاني وقلت لها ما تجيش. تيجي تعمل ايه؟ تيجي تشوف جثه بنت اخوها؟ لا، ما انا خفت ان هي تيجي وتقول ان هي مش جثتك. لا والله. كده احسن. أنا هروح المستشفى وأخدها وأنزل بيها على البلد. ومين جبنا أهل البلد عشان يشيل جثة نادية؟ إيه؟ هتشيلي وتحطي وتنجلي لحالك كده؟ هو الصراحة في حد جه، فتحي، وفي حد تاني جه معايا اسمه عم كامل.